طيب، بعد أن قمنا في الدروس السابقة بربط حساب أدسنس مع موقع ووردبريس على استضافة نيوز بيبر، على استضافة هوستنجر أو على قالب نيوز بيبر، هذا هو الموقع. لما ندخل إلى الموقع لاحظوا لا توجد أي إعلانات هنا. هنا أيضا advertisement، هنا لا توجد أي إعلانات. من المفروض أن يكون هنا أيضا إعلان، لا يوجد إعلانات أيضا. الموقع بدون إعلانات، سوف نقوم بتركيب الإعلانات. نأتي إلى الداشبورد newspaper ثم تيم بانل، نأتي إلى هنا ثم نأتي إلى ads، نأتي إلى هنا إلى ads، نختار الهايدر. سوف نبين لكم طريقة خطوة بخطوة. الهايدر هذا الإعلان أين يضع؟ يتم استخراجه هنا في هذا المنطقة. يكون هذا الإعلان بحجم 90 في 120، يعني 90 في 120. نأتي إلى، طيب نأتي إلى هل تم قبول الموقع أم لا. نأتي إلى مواقع، هذه كل المواقع، كل هذه المواقع هي مواقع جاهزة. طيب هذا هو الموقع، يعني تم، هو جاهز لعرض الإعلانات، هو جاهز لعرض الإعلانات كما تشاهدون. هو جاهز لعرض الإعلانات كما تشاهدون. نأتي إلى إعلانات، نختار وحدة إعلانية، نختار وحدة إعلانية من نوع 90 في 728 مثلا، نأخذ هذه الإعلانات أو نأخذ وحدات أخرى. نقرأ هنا إعلانات نصية والصورية، محتوى المطابق، إعلانات داخل الخلاصة، إعلانات داخل المقال. نختار هذه الإعلانات، نقرأ للتحديد. نيوز بيبر، تكست 720 في 90. نختار الإعلانات المتجاوبة كما تشاهدون، إعلانات متجاوبة، أو من هنا نختار بانر أفقي، نختار من نوع 90 في 720 كما تشاهدون هذا الإعلان. لكن أنصحكم أن تختاروا المتجاوب دائما. في المتجاوب يعني هنالك مربع وهناك مستطيل، اختار مستطيل المتجاوب، وليكن إعلان نمط نصي اختاروا نص وصورة يعني، أو اختاروا من هنا، نختار بانر هكذا، إعلان نص فقط، نختار نص، إعلانات نصية وصورية. ننزل إلى الأسفل، ماذا نعمل؟ نفعل، ننقر على حفظ الحصول على الشفرة، هذه الشفرة، نعمل لها كوبي، نذهب إلى هنا، نضعها هكذا، ونعمل سيف. الهايدر ادز هنا سوف تظهر هنا، نعمل ريفلش، سوف تظهر هنا، هذا الإعلان سوف يظهر هنا بعد لحظات فقط. سوف نحاول جلب، يعني سوف نحاول جلب، يعني نأخذ مثلا هذه الشفرة، وهي شفرة شغالة ليست جديدة.
اعمل اوكي بيست، نعمل سيف، نعمل ريفرش للصفحة. لاحظوا هذا هو الإعلان. لماذا اخترنا تلك الصفحة؟ لماذا؟ لأنها لأن الشفرة جديدة ولم تظهر في البداية، وأما هذه الشفرة فهي تظهر مباشرة، يظهر إعلان هنا في هذا المكان، مما يدل على أن على قبولنا في أدسنس. سوف نواصل كامل المراحل لكي نريكم كيف تضع كل الإعلانات. قمنا بوضع هذا الإعلان الأول لغرض التتبع. سوف أعيد الإعلان الذي كان قبل هذا. نأتي إلى السايد بار، نأتي إلى السايد بار، هنا سوف نضع إعلان يكون في السايد بار. طيب في السايد بار هي هذه الإعلانات التي تظهر هنا. لاحظنا لما نعمل ريفريش، هذه إعلانات السايد بار سوف تذهب من هنا. كما تشاهدون لا توجد أي إعلانات هنا. سوف نقوم بوضع إعلانات السايد بار هنا. نذهب إلى هنا، اختار وحدة إعلانية، نأتي إلى المحتوى المطابق. هذه هي المحتويات المطابقة، يعني إعلانات المحتويات المطابقة. اختيار الإعلان، اسم الوحدة، نختار سايد بار أدز خيارة الإعلان، تحقيق الربح باستخدام الإعلانات، النمط، الخط وما شابه ذلك، خلفية، سوف نختار الخلفية لاحقا، الحجم يكون متجاوب أو مخصص، هذا هو المخصص، يعني يكون بهذا الشكل المخصص، والمتجاوب يكون بهذه الطريقة بهذا الشكل. نختار أن يكون مخصص، العرض 300 في 300. نختار يكون متجاوب، ننقر أوكي. طيب هذه هي الشفرة، نقوم بنسخ الشفرة ونضعه هنا في السايد بار، نعمل سيف، نعمل ريفلش. سوف يظهر هنا الإعلان، يظهر هنا في هذا المكان. طيب نأتي إلى الأرتيكل توب كود، نضع فوقه أدفرتايزر أدفرتايزمنت. هذا الأرتيكل كود أي ماذا؟ مثلا لو نذهب إلى أي مقال سوف نضعه فوق البوتون شار هنا، ما بين هذا الرابط وهذه البوتونات. نأتي إلى حساب أدسنس، من الأحسن أن يكون بهذا بتسعين فاصل في 758. نأخذ الشفرة، هذه الشفرة نأخذها، نضعه هنا، نعمل سيف سيتينج، ثم نذهب إلى الصفحة ونعمل لها ريفريش. طيب من المفروض أنه يظهر هنا.
طب ارتك طيب، بهذا نكون قد أضفنا كامل الروابط. هنا مثلا أدسنس، هنا يوجد أدسنس، هذا أدسنس، هذا أدسنس أيضا، هنا أيضا أدسنس، وهذا أيضا. تدعونا في الشروحات القادمة، لا تنسوا بالنقاط سبسكرايب القناة، دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.